مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا دايما عبر الام تي في. الحل هالمرة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، يلي سرع بالموضوع ويلي طلب اليوم قبل بكرة توسعة أوتوستراد جوني. واليوم بيسرني كتير أن استضيف مستشار فخامة الرئيس للأمور الإنمائية المهندس أنطون سعيد ورئيس بلدية جوني الشيخ جوان حبيش، لأنه يمكن هن اللي بيقدروا اليوم يخبروا المواطنين والمشاهدين عن هذه البشرة المنتظرة من الثمانينات واللي اليوم صارت مطلوبة قبل بكرة. فالحديث اليوم رح يكون عن هالأوتوستراد، أي متى رح يبلش، خلصت التلزيمات، وهون كمان كتير مهم لما بيكون مناقصات شفافة قديش كمان بتنقص من المبلغ، ولكن هالمبلغ طبعا بيبقى بالمنطقة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك، شكرا. طبعا بدي أشكر من خلالك فخامة الرئيس، وبعرف مع الشيخ جوان أستاذ أنطون قديش هذا المشروع كان على قلب ليس فقط أبناء كسروان، إنما من الشمال إلى جبل لبنان، لأنه هيدا خط أساسي، مشروعين أساسي، هو مشروع أساسي وحيوي يربط الأقضية والمحافظات ببعضها. مزبوط، يعني 10.2 كيلومتر عم بيحبسوا أنفاس كتير من اللبنانية اللي بيجوا من الجبال ومن الشمال باتجاه المتن وبيروت، وهذا الشيء عم بيأثر يمكن على منطقة جبال وعلى الشمال، يعني في كتير ناس أشغالها ببيروت عم تضطر تصير تشتري بيوت ببيروت، تنزح على بيروت كرمال لأنه عم تقلب على عجقة السير، عم تاخذ وقت كتير الصبح. نعم. وهذه المعاناة بالأوتوستراد يعني إلى فترة طويلة طويلة، وفي طلع مرسوم له بالتوسعة بال 2006، ولكن للأسف ما كان في قرار بالتوسعة. وأنا هون بحب أقول ليه التأخير كان. نعم. التأخير كان هو إجا قرض بقيمة 75 مليون يورو للتنفيذ من البنك الأوروبي للتسمير، والقرض بيشترط على الدولة اللبنانية هي دفع الاستملاكات مثل حيلا وأغلبية القروض اللي بتجي بتجي للتنفيذ، الاستملاكات تكون على الدولة. هلا الدولة كان طالع في قرار بمجلس وزراء برصد للمشروع 35 مليون دولار للاستملاكات. هلا عدم تخمين الاستملاكات لفترة طويلة والبت فيهم، وإصارة كانت شائعات أنه هون الشيخ بيعرف كمان أكثر، أنه 100 مليون بيكلفوا 200 مليون إذا نتذكر بالفترة السابقة، 100% كانت عم بتحول دون أنه ينعملوا الاستملاكات، تنبعت تنعمل يتنفذوا الاستملاكات، يندفعوا الاستملاكات، وتصير في المناقصة اللي شفناها هلأ خلصت. اللي صار فخامة الرئيس مع بداية العهد هون عمل ضغط على الموضوع، وكان عنده القرار عنده انه بده يعمل استملاكات مهما كان الثمن. نعم. هذا الشيء اللي صار وقت عمل الاستملاكات، تبين انه الاستملاكات اجت بالمبلغ المرصود اللي هو حوالي 35 مليون دولار. ما سرع بالمناقصه، هلا اكيد اخذت من سنتين ونص لهلا شغل بالموضوع، اذ انه الاستملاكات انعملت في عندك حوالي 280 ار، يعني صحيح. ما كانت هين كثير ابدا، وبعدها في مناقصتين صاروا. اول مناقصه هي مناقصه استشاره مشرف على على المشروع، صار في بري كواليفيكيشن، بعدين عملت المناقصه ربح استشاري ليشرف على المشروع خلال الاعمال. بعدها انعملت المناقصه الثانيه اللي هي للمتعهد، شارك 16 شركه منهم اجنبيه منهم لبنانيه، عاملين شراكه مع شركات اجنبيه ومنهم اللبنانيه مع بعضهم. وهذا اللي صار، ربحت بالاخر شركه لبنانيه، شركتين لبنانيه مع بعضهم، وهذا قيمه اضافيه اكثر. هلا المناقصتين صاروا باشراف اوروبي بموافقات اوروبيه على كل ملفات التلزيم. خلصت المناقصه الاخيره اللي هي تبع التلزيم اللي شفنا اليوم نتائجها ب 25 ايلول 2018، نعم، يعني من حوالي 9 اشهر تقريبا. نعم. هون كل متعهد من 16 قدم ملفين، ملف اداري وملف مالي. نعم. ملف اداري يدرسوه تيشوفوا اذا يستوفي الشروط المحطوطه، بتعرفي في شروط، وهالشروط عاملينها البنك اللي عطى القرض مع مجلس البناء والعمار، والاخص الشروط شوي قاسيه، اذ انه اليوم عم تعملي مشروع كثير كبير، يعتبر مش بس كبير، زياده انه في سيارات عم بيقطع عليها خلال المشروع. بعدها خلصوا الإدارة، عملوا دراسة الإدارة، استغرقت وقت الدراسة. نعم. هلأ هيدي يمكن كانت لصحة المشروع، إذ أنه كان في تدقيق بملفات كل المتعهدين 16. نعم. توافق بالآخر البنك، وافق الأوروبي للتسمير، وافق على 9 ملفات، 9 متعهدين. بس وافق هو التسعة، انفتح الملفات المالية اللي مقدمينها ب 25 أيلول لهو التسعة. ربح أكيد بده يربح، هو اللي بيكون أقل
رقم حاطط تسعيرة. وهلا على مين رست؟ رست على شركتين. نعم. وبحوالي 47 مليون يورو. يعني والقرض كان بقيمة 75 مليون يورو. يعني هلا الشيخ دغري بلش بده بالبقية يعمل اشياء بجوني يعني. بس انت بتعرف انه مشروع مجبور. طيب مجبور يبقوا بالمنطقة؟ لا ما بتعرف. اداريا ملزمين اكيد. قديش شيخ اليوم هذا المشروع؟ اولا قد ايه بده البلدية تكون حاضرة؟ لان كل الناس عم تسأل هلا بس يبلش المشروع اي طرقات بدها تتحول؟ شو رح تعمل البلديه؟ يا ريت بتخبرنا عمليا اليوم بلديه جوني اللي ناطره من زمان كيف رح تنسق مع المتعهدين. هذا المشروع كان في حاجه له من بدايه الثمانينات. نعم. وبلشت الدوله اللبنانيه من بدايه من الثمانينات بواسطه مجلس مياه والاعمار اللي هو المسؤول الفعلي الاداري عن هالنوع من المشاريع تدرس حلول لازمه السير اللي عم تتفاقم امكانيات سنه من بعد سنه. نعم. للأسف أنه مع كل هالسنين ما التقى يتعامل مع ملف بشكل جدي إلا مع بداية العهد. هون بنوجه شكر لفخامة الرئيس أنه اهتم بهالموضوع وكلف مين كلف من ضمنهم سيز أنطون لحتى يتابع الملف مع مجلس الماء والأعمار لوصلنا على هالخواتيم السعيدة. إنما هالأزمة اللي استجدت بهالسنين خنقتنا بجوني. هيدي الطريق الساحلية رقم واحد بلبنان، هيدي الأوتوستراد الأول بلبنان يلي عم نشوف شو حالته اليوم للأسف. نحن بنحب نلقط الايجابيات. اوكي مرقت الازمه وخربتنا اقتصادنا من جميع النواحي. صحيح. عقاريا وتجاريا واجتماعيا خربطت كثير الامور. الحمد لله هالشيء بلش. في عندنا مهله سنتين ونص حسب دراساتي اللي معموله رح ينجز في المشروع بحسب توجيهات فخامه الرئيس. يجب العمل على المشروع نهارا وليلا. أكيد. حتى الازمه ما تطول. هلا اني انا باعتقادي انا شخصيا يعني غير حضرتك انك رئيس بجونة كمان رئيس اتحاد البلديات يعني مع البلديات بالاتحاد بلديات الجوار اللي هن على الساحل. صحيح. على الساحل كمان تضيقوا كل اقتصاد المنطقه تبعنا تضيق. هي القطشه هيدي منا لنا مش لجوني عم نعمل هيدا. صحيح. عم تربط لبنان بلبنان. هيدا نص لبنان هون. صحيح. عم تربط لبنان على بوابه بيروت الشماليه. هالحل اللي رح يصير نحن اكيد رح يسهلنا حياتنا لان اي ازمه على الاوتوستراد الخارجي عم دغري عم تنقلب لجوا عم بتسكرنا شوارعنا التجاريه والسكنيه وعم تخلق ازمات اضافيه زياده. هذا الشيء خلاص لنا من ازمه عشناها 40 سنه. نعم. طريقه الشغل وبرنامج المتعهد بده يقدم لنا اياه قبل ما يبلش لحتى ما يأزم لنا حياتنا اكثر من ما هي مأزمه. نعم. اليوم حتى تتسهل شوي شوي على مدار هالسنتين ونص. نعم. يلي هون بدي اسال الاستاذ. نحن على استعداد. نعم. كامل نتعاون معه ونسهل له شغله. ودجا كنا بلشنا من فتره اشهر بتوجيه من فخامه الرئيس نشيل بعض التعديات وبعض المخالفات يلي هي على مرسوم الاستملاك. وهلا رح نحكي تم هالشيء بشكل كثير رايق وسلس مع الناس وغالبيه الناس من بينهم يلي بيبيعوا قهوه على الطريق 90% من 90% من الاشخاص الموجودين تقبلوا الفكره وفهموا انه لو هن قربوا على الطريق لو بيعوا بليرتين زياده بس عم بيخربوا مستقبلهم. بس هذا الحال معالي وزيره الداخليه عادت قرار بموضوع القهوه هيك بده يكون بعيد 3 امتار يعني هذا بكمل بعده. بس انا عندي سؤال استاذ انطو، اي متى بنبلش فعليا اول مرحله على الارض؟ اوكي انا تقلك البروسيجر هلا بدها تصير. نعم. هلا اليوم فضل العروض او امبارح. نعم. صار في متعهد ربح المناقصه. هلا بصير اكيد الاستشاره بيدرس الملف مزبوط كرمال اكيد في كالكول معين. نعم. هون بينعرض على مجلس اداره الانماء والعمار بيتاخذ قرار يرسل قرار الى البنك الاوروبي لعطي القرض بيرجع بيرد لهم اياه وساعتها بيعملوا اكيد المتعهد عليها كفاله مصرفيه او اللي هي بيعملوا له تدابير اداريه. تدابير اداريه هيدي بتصير بحالها مناقصه يعني ما بدش اقول على ايام او اوقات نهار لانه. نعم. هاي تدابير اداريه هن بالمجلس يعني بتاخذ شهر شهرين اقل شوي مفروض بس لا اقل شوي اكيد. بس بقول لك شغله انه لمسنا جديه من المجلس الانماء والعمار كان انا بدي اكيد اتوجه بالشكل نحن كمان من حير يعني ريت كانوا معنا كمان اليوم بس بعد ايام بيناتنا نحكي اكثر تفاصيل. بدي اتوجه بالشكر للاستاذ نبيل الجسر يلي عطى كثير اهميه للموضوع وكان متابع هذا الملف بشكل كثير جدي وفخامة الرئيس ده تواصل معه بهذا الموضوع وسرعوا صدقيني سرعوا بعد أكثر من يعني كان ممكن يكون المشروع يروح بعد 6 سنين و4 سنين. الحمد لله هلا وأكيد المهندسين المعنيين بالموضوع اللي حلو وغيره. بس بدي أقول لك شغلة هذا المشروع أهميته برجع كمان انه عم نعمل اوتوستراد نسميه اوتوستراد اوتوستراد. صحيح. لانه حاليا الاوتوستراد اسمه اوتوستراد بس ما انه اوتوستراد بولفار. ما في شيء اسمه اوتوستراد بيكون 3 خطوط بيصير خطين بيصير خط
بصير فيني ولني على الطريق مثل ما عم بيحكي بس بتعرف شيخ جوان وما في رودو سيرفيس. ما هي هيدي رودو سيرفيس هيدي مهمه كثير. اليوم اللي بدي اقول انه اليوم عم بيصير اوتوستراد ثلاث خطوط بثلاث خطوط مع رودو سيرفيس من كل مسلك. هيدي رودو سيرفيس اليوم اول شيء يمكن في اصحاب المحلات التجاريه اول فتره ما كانوا متقبلينه وشيخ من الاشخاص صحيح. اللي اشتغل على هذا الموضوع تقدرنا بالاخر هلا صاروا 90% مثل ما قال منهم مقتنعين لا انه هذا هلا صار متى صارت الاستملاكات فوق. صارت واندفعت يعني الناس راضي علينا بس نكون حاضرين لبدايه المشروع اكيد البلدي في طرقات محضره ولا كيف طرقات سوف تحضر بالمشروع ذاته طرقات نعم. بديله لحتى تسهل امور انتقال الناس من جهه لجهه اكيد ما مش مريحه مثل الطريق الاساسيه بس ما بتحل, بتحل مشكل على فتره بنحمل بعضنا بعض تفضل استاذ هلا بدي اقول انا شغله انه هذا المشروع مش كل انه كل ما عم تاخري فيه كل ما اسوء بالتنفيذ بتزيد يعني المشكله يعني انت اليوم السيارات اعطفاكم مش بس عن هي المشروع جوني حيلا مشروع بلبنان مش جل الديب لو تنفذ من 6 سنين و7 سنين مثل ما كان مفترض او 9 سنين بالاحرى ما كانت العجقه خلال الاعمال قد ما هلا كانت وهلا ذات الشيء بالنسبه لجوني يعني جريمه بحق المشروع بما انك جبت سير جل الديب هلا عجقت اكثر على نهر الموت بعتقد عم هي نحن الا نحن جل الديب بوقتها عم ينشغل ايه؟ انه هذا مدخل ومخرج لهالمنطقه اللي هي مكتظه بالسكان كان عندها مدخل ومخرج انشال من حوالي 6 سنين او 7 سنين صحيح. طالبوا بمدخل ومخرج نعمل مدخل ومخرج وقلنا بوقت الاوتوستراد بضل مثل ما هو مثل ما كان بس هو ما له علاقه بعجقه السير لانه بالنهايه في نهر الموت موجود مزبوط اذا بدك هلا بالاخر بس نخلص بس نخلص موضوع نحكي عن شيء حل ثاني كثير كثير مهم بتسمحي تفضل شيخ هالمشروع هو حل عقده بمنطقه جغرافيه معينه انما المشكله هي مش هون المشكله هي بمنطق النقل بكل البلد منطقة النقل بكل البلد يلي مفروض يكون في سكك حديد وترنات ويكون في خطوط بالباصات السريعة أو باصات مع محطات معينة لحتى ما يضطر كل مواطن ياخد سيارته أو ياخد سيارة واحدة لينتقل من مكان لمكان تاني اليوم كل مواطن ما عنده وسيلة تانية إلا سيارته أو سيارة تاكسي سيارة إجرة لحتى يستعملها يعني برح نقول له بعد شوي بسيكليتات إيه شو ما في مش ما في مشكلة إذا في أمين على الطريق أرقى البلدان في عنده خطوط مقدسة يعني بسيكليتات وبيروحوا الناس بكل نحن عنا 250 يوم طقس حلو بلبنان يعني ممكن يكون هالشيء وارد نحن عنا فاصل ومن بعده بنكمل معك شيخ جوان حبيش مهندس أنطوني سعيد منتابع الحل عنا وأكيد الموضوع هو توسعة أوتوستراد جوني يلي بالأمس مثل ما عرفنا خلص يعني الالتزام المناقصة صارت حاضرة ناطرين هلأني رسيت على شركتين لبنانيتين وأكيد الشيخ كان عندك شيء بدك تحكيه شيخ جوان بموضوع يعني آلية الفنية كيف بدها تصير بحب أحكي شوي عن المشروع اللي يعرفوا الناس عشو قدمين نحن صحيح. اليوم الخط الموجود هو كناية عن خطين بكل نعم. اتجاه نعم. للأسف مع سنين هالخطين صاروا محلات خط ومحلات ثلاث خطوط هذا الشيء شكل أزمة سير إضافية مشروع اليوم هو ترتيب المنطقة من مفرق جلتون نفق نهر الكلب لغاية مدخل تبرجع على 10 كيلومتر أو 12 كيلومتر 10.2 رح يصير في عنا ثلاث خطوط سريعين بكل اتجاه مع خط خدمة بكل ميلة منفصل خط الخدمة منفصل عنهم يتم الخروج منه والدخول إليه تقريبا حوالي كل كيلومتر معناته أنه كل هالحركة التجارية اللي هي قائمة اليوم على هالمسار هيدا رح يبقى إلى منافذ ومخارج لحتى الناس يستفيدوا منه التجار والتجار بدون ما تأثر على السير بسير السير السريع هيبقى محفوظ بخطوطه الثلاثة اللي هي ما رح يكون فيه ولا أي قدرة أنه يدخل منه ويخرج منه بطريقة عشوائية هذا الشيء بيطمننا وبيطمن الناس إنما العبرة بالتنفيذ اليوم مع متعهد بعتقد أنه الأسامي يلي وردت بربح المناقصة أسامي محترمة وعندها أشغال مماثلة ما فيها نفسح عنها اليوم بعدنا فينا بعد ما بس ليأكدوها خلينا نقول نحن لبنانية وهيدا أوكي. مجلس بأكدها أنا شركات كبيرة ومحترمة معتقد أنه التعامل معهم رح يكون برقي وجدية لحتى ما نأذي الناس خلال التنفيذ أنا بدي لك شغلة مدام ربكة أنه بعتقد هذا المشروع أوتوستراد جوني رح يفيده للشيخ جسديا
كمان لانه هلا لسنتين ونص بيكون ضعف بدون لا ريجيم ولا شيء خالص ما قدر لانه بده يكون عندك كثير على الارض مو على الارض بتزيد الابليه بما انه بعدنا عم نحكي بالموضوع الادو بريم وين صار استاذ انطون الادو بريم بتعرفي طلع مرسومه باواخر 2017 بعتقد اخر جلسه من 2017 سنه 2017 تحول على اداره خصخصه هلا باداره خصخصه عم يعملوا له هيد الفيزابيليتي والدراسه تبعه اكيد حسب ما عرفت تبين معه يمكن بده ينزل شوي اكثر بالجبل من انه يعلى يعني يصير في تونيلات اكثر من ما يكون في جسوره بيصير في توفير الاستملاكات ولكن هذا الشيء بيرجع لاداره الخصخصه هن بس يخلصوا الدراسه مع استشاري تبعهم بيعرضوها على مجلس وزراء وهون بتصير بعدين بالمجلس الوزراء بياخذ قرار بعدين بتروح على مزايده مناقصه يلي هي يعني هيك بصير هذا اذا بده يصير مشروع متكامل ساعتها لكل المنطقه هذا يعني عم ينعمل اون باراليل مع هذا المشروع لما نقول انه هذا المشروع منه حل مشكله السير اوتوسترات جوني ايه مزبوط لكن اوتوسترات جوني الزامي توسيعه وتنظيمه مثل ما قال الشيخ لانه منه اوتوسترات حاليا 100% زياده اون باراليل مش انه مش عم نشتغل على حل ثاني بديل لا اون باراليل اداره خصخصه معنيه بتكليف المجلس الوزراء بدراسه المشروع اللي هو ادو بريم اللي هو على الارجح بده يجي على شكل بي او تي او بي 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 يعني بياج مثل حيلا اوتوسترات بالعالم من هودا بتشوفوهم باوروبا شايف انه بعدنا بجوني بعرف انه كثير عم يسالوني شو عم تعمل بالمعاملتين يعني بالشط عم بتوسع عم بتنظف شو في شيء جديد صدر هلا هيك على السريع صدر مرسوم تسويه الأنيك البحريه من حوالي سنه ونص وفي شيء طلع فيه شيء بسموه تواصل الشاطئ يعني اعاده الشاطئ متواصل ببعضه للمواطنين لما يبقوا المشاريع الفرديه والعقارات الفرديه معتدين على املاك البحريه هذا الشيء استفدنا منه رجعنا اعددنا مرسوم لترتيب الوجهه البحريه بجوني على ثلاث مراحل اول مرحله هي امام السوق القديم من مجمع فؤاد شبر رياضي لغايه ساحه جوني المرحله الثانيه من ساحه جوني لغايه مرفق جوني مرفق الصيادين ومرحلة الثالثة من مجمع فؤاد شهاب للمعاملتين لغاية غزير وطبرجة وين المرسوم؟ هالمرسوم هو بوزارة الأشغال قائد الأعداد وعدينا بالأسبوعين اللي جايين يعني كمان هيدي شغلة بيرفعوا على مجلس الوزراء إن شاء الله بيكون تنفيذ قريب بدي أستغل لأني سؤالك لأشكر فخامة الرئيس والوزراء المختصين ومجلس الأدماء والعمار أستاذ أنطون أستاذ أنطون جندي مجهول عسلمته هالمشاريع اللي كانت نايمة إلى سنوات وعشرات سنوات تحركت بالعهد منا مرفق جوني أكيد. السياحي منا الأوتوستراد اللي هلا عم يتنفذ مرفق جوني عم نبشر اليوم بانطلاق أعماله منه محطة التكرير يلي بعتقد هيدي يمكن أهم من قبل آخر السنة بيكون تلزمت لأن الحمد لله. تلزمت جزء منه والجزء الثاني عم بينهوب هالشهرين اللي جايين وفي محطات تكرير غيرها عم بيصير وفي مشاريع كتير ضمن القضاء اليوم عم تنحط قيد التنفيذ بعتقد انه هالعهد بلش يعطينا من حقوقنا شوي في شبكات الصرف الصحي كمان طلعت مناقصة مبارح حطت بالجريدة يعني ما في ب 2 اكتوبر بيقدموا المتعهدين الملفات طبعا يعني احنا يلي منقوله انه اليوم اذا هذا الانماء بلش فعليا بمنطقة كسروين تستحق وبالوقت ذاته ضرورة وأكيد المواطنين واللي ما عاد يعني في معارضة مثل الأول لأنه كل هاي إجت بفضل كل اللي صار الجهود المعنية نحن بنحيي الجميع بالانتظار بس أنا خليني استفيد من حضورك معي أستاذ أنطون في اليوم على صعيد عام أكبر بدي بلش من النقاش يعني كنا في عنا أوتوستراد النقاش طلع مرسوم لألون خبرنا عنه طلع قرار مجلس وزراء بخمس مشاريع بالمتن نعم. بقيمة حوالي 91 مليون دولار يلي هن جل الديب انتهت العمل فيه نعم. وشفنا هلا اوتوستراد جديد يعني مش بس جسر جل الديب نعم. الشارع الداخلي كمان توسع وتزفت وتأهل بجل الديب بين الزلق وجل الديب وأنت الياس نعم. هلا في المشاريع الأربعة الباقية في توسعة مدخل بصليم نعم. وتعبيد الطريق وصولا لبصليم هيدا مشروع هلا قريبا بصير قيد التلزيم مشروع تاني كمان هلا في تعديل شوي بمرسومه بيصير في قيد التلزيم قريبا خلصت دراسته اللي هو أنطلياس جسر بأنطلياس بتعرف ان احنا بأنطلياس بنوصل في الإشارة صحيح. قبل ما ترجع تطلع هون بيصير جسر بيصير يبطل في تقاطع ويعمل عجقة سير نعم اكيد مع تظبيط الطريق وصولا وتوسيع وصولا لمدخل فوار مدخل كازينو فوار هنيك في رومبوار رح يصير لانه بتعرف بضل في عجقة سير وحوادث سير هنيك غيره في مشروعين تانيين اللي هو بهموكم اللي هن هون بالنقاش صحيح. واحد منهم من حد الشركوتيعون بيطلع بالجبل وصولا لإشونجور الرابي اللي اصلا معمول تيكون متصل بجسر النقاش بهيدا هيدا طلع قرار فيه عمل دراسه اوليه فيه عدوا المرسوم يعني صار قريبا
بين يوم والتاني بيطلع من مجلس نواب الاعمار تيجي عند على على رئاسة الحكومة بنا على رئاسة الجمهورية، بعدين بصير في أكثر بتفصله بالدراسة وتيعمل مناقصة، ولكن تمويله بطلع في قرار مجلس وزراء فيه. يعني تعرف أنت أهم شيء التمويل، تمويل الاستملاك وتمويل التنفيذ. وفي كمان طريق تاني جسر بدك تعتبره من انطلي من كمان النقاش وصولا للكوع اللي في مدخل بيت وبيت النايب طوق. ايه جبران طوق. جبران طوق يعني اول الرابيه. هيدا هول المشاريع بالمتن اللي اقروا خلص منهم جل الديب، في اثنين منهم هاي لقايد التلزيم واثنين قايد التحضير. بالنسبه لنهر الموت رح يبقى هيك ولا في شيء جديد؟ بنهر الموت هلا في كثير ناس، انا مش حفوت فنيا بالموضوع، في اخصائيين بالمجلس. انا بنقول لك شكاوى الناس، انا علي انه الشكاوى الناس. شوف فخامه الرئيس من كمان هلا حاطط ضغط عليه، يلي هو شيء بيسموه كوستال هايوي الاوتوستراد يلي بيجي من شارل حلو وصولا لطبيه بيقطع على الشط الحالي. هيدا اوتوستراد اوكي، هيدا بيجي اول شيء غير الاوتوستراد الحالي، يعني صار العالم بطل عم تجي على الاوتوستراد، بس بيجي وبيتصل الاوتوستراد الحالي، وعم يندرس كمان امكانيه اتصاله بالادو بريم يلي بيجي من طبي للعيبه. هيدا هلا هو قايد الدرس، نحط قايد الدرس لمجلس نواب الاعمار، كلف مكتب استشاري كان مدروس سابقا عم بحثوا الاستصال الدراسه تبعه، انعرض بمؤتمر صادر، يعني مؤتمر سادكم ضمن الليستة، وهو من أهين المشاريع بمؤتمر ساد ينطلقوا بالأسرع. احنا مش أهين، الأسرع والأهين بالتنفيذ. ليه؟ لسببين. يعني أول شيء ما في طريق موجودة عم تشتغل عليها، عم تعمل عرق السير، استملكيته كتير ضئيلة، يعني ما فيها الدولة تعملها. يعني عم تحكي استملكيته يعني تحت $10 مليون يمكن، عم تحكي عن مشروع بكلف 150 مليون، يعني في كتير تمويل له كتير هين. كمان قلت أنا نذكر بسادر، يعني هيدا صار مرتبط كمان ب النهر المتن السريع. اذا بتلاحظي المتن السريع بتوصلي حد الجيوم سك مطوش الجسر، هذا كان مدروس تيكون متصل بهالات اوتوستراد. هذا هونيك في اشانجور بيصير مع المتن السريع، في بتشوفي هاي هونيك بخفف بيصير من العجقه تحت الجيوم، وبخفف ساعتها من العجقه يلي جاي من المتن في يسلكوا هيدا الطريق. اذا جاي من المتن السريع بيسلكوا هي الاوتوستراد، ببطلوا يروحوا على الدوره اوتوستراد الدوره الحالة، يعني بيصير بيتقسم كثير السير. صحيح. وكمان في اشانجور ثاني ضمن هالمشروع مع اوتوستراد ايميل لحود. يعني اذا حكينا اليوم متن كسر وين، بلكي بنعمل حلقه ثانيه. بعد في شغله بدي اقولها كثير مهمه. هيدي لانه انعملت مناقصتها وخلصت وتلزمت. يلي هي طريق بعدات بشلامه. نعرف المتن السريع، انا عم نحكي عن المتن السريع تنكفي فيه. المتن السريع بكفي بتصير لبشلامه ساعتها. نحن بتعرف هلا اذا ما طلع بيطلعوا على زحله اهل المتن او اهل بيروت، وبيطلعوا من المتن بنيطلعوا على بولونيا ويلفوا هنيك وياخذوا. هلا ببطل فيه، بتطلعوا دايركتلي من المتن السريع بعبيت عبشلامه، وزياده بشلامه لزحله. شفنا الطريق عم يصير فيه انهيارات وتسكرت بالشتويه، صار فيها انهيار وبعض. يعني هناك في مشكله تربه عم تندرس كمان لمجلس نواب الاعمار، كل في المجلس وزراء دراستها عم يدرسها حاليا، بس في قصه التمويل بنشوف حسب الدراسه التمويل كيف بيتأمل. كل اليوم الحل عندنا حلول منتظره. يعني انا طبعا بنرجع بنشكر فخامه الرئيس، بشكر حضوركم كمان معنا اليوم. شكرا. رئيس الاتحاد رئيس بيجوني ومستشار فخامه الرئيس للشؤون الانمائيه أنطوني سعيد، اهلا وسهلا فيكم. طبعا مشاهدينا دائما في حلول، لما دائما بنؤمن بالدوله ولما الدولة كمان بتكون عم تدرس المواضيع وبتجي بتشف شفافية مثل هالمناقصة هيدي، فين نقول نحن بألف خير. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.